الإخلاص لله سبحانه وتعالى. خلق الله الخلق لماذا؟ للعباد. قلنا أن الإنسان إذا اشتغل في هذه الدنيا بعبادة الله سعد. طيب وغيره؟ نعم أنت شاب. نعم عرفنا التوحيد لغة وشرعا وعرفنا أنواع التوحيد الثلاثة وقلنا الأصل في هذه التعريف أن تضبط كما ذكرت من العلماء ولا تغير فيها شيء. نعم أخذنا كذلك معنى المساجد بقوله تعالى وأن المساجد قلنا المساجد إما المساجد المبنية هذا المساجد المبنية بنيت حتى يعبد فيها الله سبحانه وتعالى أو المساجد أعضاء السجود فلا يمكن أن تصرف السجود بهذه الأعضاء لغير الله. الثالث الأرض تجعل للأرض مسجدا طهورا فلا تستطيع أن تسجد في مكان إلا لله. نعم فلا تدعو مع الله أحدا. نعم أحدا نكرة تعم كل أحد نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك أو شرك أكبر أو شرك أصغر كذلك ما تشرك بالله شيئا. نعم نعم رأينا أن السعادة تكون باشتغال البدن في العبادة السعادة ولكن التقي هو السعيد. السعادة في هذه الدنيا تكون بعبادة الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم فلا بد أن تعرف خلقت في هذه الدنيا لعبادة الله فإذا اشتغلت بهذا في الدنيا والله سعيد في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. طيب غير هذا. نعم وأخذنا المساجد الثلاثة المساجد المبنية وأعضاء السجود والأرض كلها مسجدنا وطهورا. طيب وغيره أخوانا نريد الكل يشارك. نعم يا أخي أنت أنت لا خلق نعم أيضا الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وعبد الله ولا تشركوا به شيئا يعني هنا شيئا أدت نكره يعني لنا تعم كل ما يعبد من دون الله واعبدوا معنى واعبدوا هنا أي وحدوا فكل عبادة في القرآن معناها التوحيد. طيب غير هذا. نعم أخذنا حكم تعليم هذه المسائل يعني وهو الوجوب. نعم هو قال وقال هذا على الذكور فقط أو على الذكور والإناث؟ على الذكور والإناث. إذا هذه المسائل تعلم للكل. نعم طيب الدرس الآن القسم الرابع على ما قسمه والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا القسم ذكر ما تقدم معنا من حسن التعليم عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي بالمسألة بالسؤال عنها بل كان الأئمة كان الأئمة في زمن الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله يدرس العوام هذه الأصول الثلاثة فيأتي إمام المسجد ويسأل يقول من ربك ما دينك بما عرفت الله وهكذا فهذه طريقة نبوية تكون في تعليم الناس وهذا هو القسم الثالث الرابع على ما قسمنا ذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى أجمل في أول الكتاب ثم الآن بدأ بالتفصيل. من يقرأ لنا؟ بسم الله. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فإذا قيل لك طريقة نبوية
السؤال والإجابة. ما الأصول الثلاثة؟ قلنا باختصار أسئلة القبر. انتهى السؤال الأول. بعد هذا الأصل الأول معرفة الرب، معرفة الرب سبحانه وتعالى. فإذا قيل لك من ربك، فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. هذا التوحيد، توحيد الربوبية، لم ينكر الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الخصومة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفار في توحيد الألوهية، ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم. فإذا قيل لك من ربك، فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين. إذن هو الرب، لا رب غيره ولا إله سواه سبحانه وتعالى، رب جميع العالمين.